الصبر أو الشكر. قال رضي الله تعالى عنه: الحق ليس بمحجوب، كيف يكون محجوبا وهو أظهر من الظهور، وهو الذي خلق الظاهر والباطن، وهو الأول والآخر، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء محيط، كيف يكون محجوبا؟ ومن ذا الذي يحجب ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا محال عقلا ونقلا. الحق ليس بمحجوب ولا يمكن أن يكون، فإنه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، كان قبل هذه الأكوان وهو الآن على ما عليه كان، فمن الذي يحجبه؟ إذا كانت الأكوان فيه سبحانه وتعالى عدما، فكيف يحجب العدم الوجود وهو الوجود الحق سبحانه وتعالى؟ هذه الأكوان صور ورسوم خلقها وأوجدها وأبرأها وأبدعها، وهي في مقابلة العرش الذي هو سيد المخلوقات عظما، لا شيء، ذرة في صحراء كبيرة، فما بالك بخالق العرش الذي لا يحده حد ولا مكان ولا زمان ولا حال، وهو الآن على ما عليه كان. الحق ليس بمحجوب، وقولنا سيد الكائنات عظما، أما سيد الكائنات على الإطلاق وهو أفضل من العرش والكعبة وكل المخلوقات هو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول أهل الله: اللهم صل على عرش استواء رحمانيتك، لأنه صلى الله عليه وسلم يفاخر العرش بعظمته عند الله. قد يدخل على العرش وقد تجلى قهر الله عليه فأسكنه وسكنه أنه أعظم المخلوقات، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ به موصوف بأنه عرش استواء الرحمانية وليس استواء القاهرية كما كان على العرش المخلوق هذا، فمن أفضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم الله القهار المنتقم؟ فالجمال قبل الجلال على الأكوان، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين. قال: وإنما المحجوب أنت. الحجاب لما بينك وبين الله، يبقى مين المحجوب؟ الله ولا أنت؟ أنت، أنت اللي محجوب في روحك كده. إنما المحجوب أنت عن النظر إليه سبحانه، لكن لو نظرت إليه لا بعين البصر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكن بعين البصيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، وهو الستار لا المستور، فالمستور أنت. ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر سبحانه، ووجوده لا حاصر له ولا يستطيع، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر سبحانه، وهو القاهر فوق عباده. إذن فالله هو القاهر لا المقهور، وهو الحاصر لا المحصور، وهو القوي لا الضعيف، وهو الخالق لا المخلوق، وهو الذي يأذن بالحجاب أو برفعه لا المحجوب،
فإنما كل ذلك أن. قال رضي الله تعالى عنه: وقد بين لك مقامك في الدنيا، وأنك مخلوق، وأنك محصور، وأنك محجوب، وأنك محتاج إلى رب العالمين. اخرج من أوصاف بشريتك، مناقض لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. ما تضيعش وقتك أيها المحصور المحجوب الضعيف المخلوق، بل حاول أن تتغلب على كل حجاب، وأن ترفع ذلك الحجاب حتى تنظر إلى رب العالمين. اطلب الأنوار راحلة حتى تطلبك الأنوار واصلة. فعليك أن تتخلص من صفات بشريتك التي تعارض عبوديتك. العبودية الطاعة والخضوع والتسليم لرب العالمين ظاهرا وباطنا، فأمرنا بالأركان ونهانا عن الموبقات والذنوب والطمع والشهوات تحرك الإنسان، والعجز والكسل يوقع به في المخالفة، مخالفة الأمر أو مخالفة النهي. فلا بد عليك أن تخرج من هذا، ويكون ذلك بثلاثة كما قال أهل الله: بالذكر، وبالتربية، وبالخلوة. أما الذكر فقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم، واذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفرون. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وأما التربية فقالوا: بقلة الطعام، وقلة المنام، وقلة الكلام، وقلة الأنام. وكل ذلك ورد في السنة، فأمرنا بالصمت: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأمرنا بالتقليل من الناس، قال: ذهب الناس وبقي النسناس. أخرجه البستي في العزلة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قالوا: وما النسناس؟ قال: أناس في صورة الناس وليس بناس. وفي العزلة قال: لا يكون أحدكم إن معه يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. بل وطنوا أنفسكم على أنهم إن أحسنوا فأحسنوا، وإن أساءوا فلا تسيئوا. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من حفظ بين فكيه وفخذيه ضمنت له الجنة. وقال: يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ونهانا ربنا عن اللغو، ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الشهوات وعن الغضب. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بكل ذلك، وأخذوا الخلوة من غار حراء عندما كان يتعبد رسولنا صلى الله عليه وسلم فيها الليالي ذوات العدد، فيتحنث أي يترك الحنث، يتحنث يقول من الأفعال السلبية، يتهجد يعني يترك الهجود، يتحنث
يعني يترك الحنث والكلام الباطل، يتحنف يعني يترك الاعوجاج، وهكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء يعبد ربه، فأخذوا منها الخلوة. اخرج من أوصاف بشريتك، عن كل وصف مناقض لعبوديتك، كل وصف يعطلك عن الطاعة، لتكون لنداء الحق مجيبا أمرا ونهيا، ومن حضرته قريبا نورا ورفعا للحجاب. قال رضي الله تعالى عنه: